بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: باب ما جاء في زعموا. عن أبي مسعود أو حذيفة رضي الله عنهما مرفوعا: بئس مطية الرجل زعموا. رواه أبو داود بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم في شرح الأحاديث السابقة أن من جملة الكبائر الكذب، الكذب من جملة الكبائر، بدليل أن الله رتب عليه اللعنة: نجعل لعنة الله على الكاذبين. وأخبر أن الكاذب على الله أظلم الظالمين، فمن أظلم ممن كذب على الله، كذب بالصدق إذ جاءه. الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن الكذب علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك الكذب على الناس، وهو من علامات النفاق، عده النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق، وقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والله جل وعلا أخبر أن للمنافقين عذابا أليما بما كانوا يكذبون، يكذبون في دعواهم الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين. فالكذب من كبائر الذنوب. ومن أنواع الكذب الاعتماد على الزعم. الإنسان يتثبت ولا يخبر بشيء أو يتكلم في شيء إلا إذا تثبت من صحته حتى يبرأ من الكذب. أما أن يعتمد على الزعم ففي هذا الحديث الذي سمعتم: بئس مطية الرجل أو القوم زعموا. بئس مطية الرجل زعموا. نعم، بئس مطية الرجل زعموا. بئس مطية الرجل زعموا، أي يتخذ الزعم، يتخذ الزعم وسيلة له، فيحدث الناس ويخبر ويقول: زعم فلان أو زعم فلان أو زعموا كذا وكذا. فاترك كلمة زعموا، إذا لم تتثبت اتركها. والله جل وعلا يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. يزعمون، الزعم كذب. فالإنسان يتثبت فيما يحدث وفيما يصدر عنه وفيما ينقله من الأخبار. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما، أي لا أشد من إثم هذا المرء الذي يحدث بكل ما سمع. فعلى الإنسان أنه يتوقف حتى يتثبت، وإلا فالإنسان يسمع كلاما كثيرا، يسمع كلاما كثيرا من الأخبار ومن الناس ومن، فعليه التمحيص والتثبت، ولا يخبر إلا بشيء يتيقن أو يغلب على ظنه أنه صدق، لئلا يوقع الناس في المحذور أو ينشر أخبارا كاذبة تشوش على الناس. والشاعر يقول: لم تعطى لم تعطى مع أذنيك نطقا واحدا إلا لم تعطى مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. لم تعطى مع أذنيك نطقا واحدا، يعني لسانا واحدا. معروف أن الإنسان يسمع بأذنين ولكنه لا ينطق إلا بلسان واحد. لم تعطى مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. فعلى الإنسان أنه يتثبت. كثير من الأخبار كذب، كثير من الأخبار لا أصل لها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الإنسان يتثبت في أمره وهو في عافية في حل، لكنه إذا تكلم أوقع نفسه. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا رأيت أن الكلام فيه خير تتكلم، إذا رأيت أن الكلام لا خير فيه اصمت لتسلم من الإثم. فاللسان أمره خطير جدا، والشائعات أمرها خطير في المجتمع. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية في سياق الآيات التي نزلت في قصة الإفك وهو الكذب. فالذين تحدثوا في هذا الإفك يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وحتى لو ثبت لديك صدور شيء أو حصول شيء من بعض المسلمين لا يتناسب، فعليك أن تستر عليه، لا تخبر عنه، عليك أن تستر عليه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. مع النصيحة له، تناصحه بما بينك وبينه وتستر عليه، هذا هو العلاج. أما الكلام في الشائعات والكلام في أعراض الناس ولا سيما ولاة الأمور والعلماء، كلام فيهم في المجالس بناء على أن فلان قال كذا أو نقل عنه كذا أو، فهذا أمر لا يجوز. فعلى المسلم أن يمسك لسانه
إلا بشيء فيه إصلاح وفيه خير. أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. ما قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، كما سبق. نعم. وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. من أنواع الكذب، بل أشد أنواع الكذب، الاستهزاء بالناس، الاستهزاء بالناس واحتقار الناس وعدم تنزيل الناس منازلهم، هذا من الكذب في حقهم، هذا من الكذب في حقهم. فالإنسان يكون جادا فيما يقول ولا يكون مازحا في تنقص الناس وازدراء الناس في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في قصة البقرة، ذلك أن رجلا من بني إسرائيل قتل ولم يدر من قاتله، لم يدر من قاتله، فحصلت مشكلة في هذا القتيل، أهله يطالبون بدمه، لكن من هو القاتل؟ أمر الله موسى عليه السلام بمعجزة، معجزات الأنبياء، وذلك بأن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا قطعة منها فيضربوا بها الميت، فإذا ضربوه فإنه يحيى بإذن الله ويخبرهم بأن الذي قتله هو فلان. فلما أمرهم عليه الصلاة والسلام بما أمره الله به: إن الله يأمركم، ما قال أنا أمركم، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، إيش علاقة البقرة في قصة القتيل؟ وهذا من تنطعات بني إسرائيل ومن تكلفاتهم وتطاولهم على أنبيائهم. اتخذنا هزوا، يخاطبون النبي كليم الله، رسول الله يخاطبون بهذا الكلام: أتتخذنا هزوا؟ الرسول يتخذ الناس هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالاستهزاء بالناس من خصال الجهال، لا من خصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا من خصال المؤمنين، لا يستهزئ الإنسان بالناس. ثم إنهم شددوا على أنفسهم فطلبوا صفة البقرة، لو أنهم بادروا وذبحوا أي بقرة لكفى هذا، لكفى وكان أسهل عليهم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مطلق، مطلق بقرة، فالله يريد بهم اليسر، ولكنهم شددوا على أنفسهم، قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هذا من تشدداتهم، الله يقول لكم بقرة وتقولون ما هي، قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض يعني كبيرة السن ولا صغيرة، متوسطة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، أمرهم أن يفعلوا الأمر، يبادروا، يتركوا التنطعات،
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، هذا أشد من الأول، أشد من الأول. لما بين لهم النوع انتقلوا إلى شيء أشد وهو البيان اللون. ما علاقتكم باللون؟ ولذلك شدد الله عليه، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، هذا تشديد، اشتد الأمر عليه، فلم يعثروا على هذه البقرة بهذا الوصف، شددوا فشدد الله عليه. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، تشابه عليه، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال المفسرون لولا أنهم قالوا لا إله، لولا أنهم قالوا إن شاء الله لما توصلوا إلى شيء، لكن قالوا إن شاء الله، فهذا مما سهل الأمر عليهم، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، ليس فيها لون آخر أو لا عيب فيها، لا شية يعني ليس فيها لون آخر غير لون موحد، هذا من التشديد، أو لا شية يعني لا عيب فيها أبدا. قالوا الآن جئت بالحق، وهذا من تهكماتهم برسول الله، يعني موسى ما جاء بالحق إلا الآن، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأنهم شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليه، فقلنا اضربوه ببعضها، هذا هو المطلوب، أخذوا قطعة منها ولم يقل اضربوه بقطعة كذا منها، هذا من التيسير، اضربوه ببعضها، أخذوا قطعة منها فضربوا القتيل فعادت فيه الروح وقال فلان قتلني. قالوا كان ابن عمه وكان القتيل عنده مال فأراد أن يتعجل أخذ هذا المال بالميراث فقتله من أجل أن يأخذ ماله، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، هذا شاهد على إحياء الموتى في الدنيا، شاهدوه نموذج، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبهم، مع مشاهدتهم هذه الآية العظيمة قست قلوبهم، وهذا من جفاء بني إسرائيل، من جفاء اليهود، ولا يزالون بهذه الصفات، هم من أقبح العالم صفات والعياذ بالله، لا يزالون. هذه قصة الحاصل والشاهد قولهم أتتخذنا هزوا، أدل على أنه لا يجوز اتخاذ الناس هزوا وسخرية، السخرية بهم. نعم. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا أخرجاه. أو ينمي خيرا. أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، كان أبوها كافرا شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل بعد وقعة بدر، وهذه البنت من الله عليها بالإسلام فأسلمت وحسن إسلامها وهاجرت فصارت صحابية جليلة، تروي هذا الحديث الذي فيه أنه يستثنى من الكذب ما كان فيه إصلاح بين الناس، وهذه ثلاث مسائل يجوز فيها الكذب للمصلحة: الأولى الإصلاح بين الناس، والثانية
في الحرب. فللقائد أنه يوري بالعدو ويخدع العدو. الحرب خدعة، يخدع العدو ويوري. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، هذا من السياسة الحربية. يجوز الكذب في الحرب على العدو من أجل مصلحة المسلمين. والثالثة بين الرجل وزوجته من أجل حسن العشرة، من أجل حسن العشرة. الكذب محرم ولا يجوز إلا في هذه الخصال الثلاث، ومنها هذا الحديث لإصلاح ذات البين. شوف اثنين أو جماعة بينهم خصومة ونزاع وتباغض وتشاحن، تسعى بينهم بالإصلاح وتقول فلان يحبك وفلان يود أنه يجلس معك ويتكلم معك، ويروح للآخر ويقول فلان يثني عليك ويمدحك ويريد وده أنه يجلس معك، وهكذا فيقرب بينهم حتى يحصل الصلح بينهم. هذا مصلحته، هذا كذب، لكن مصلحته أرجح من مفسدته، فهذا من الكذب المباح. نعم. وليت هذا يصلح الآن ويحصل الآن الإصلاح بين الناس، لكن العكس هو الموجود الآن. إذا شافوا ناس بينهم سوء تفاهم شبوا الفتنة بينهم، حرشوا بينهم، ولا سيما من بعض طلبة العلم وبعض الشباب يحرشون، بين طلبة العلم وبين العلماء. وكان الواجب الإصلاح، كان الواجب الإصلاح والسعي في لم الصدع بين المسلمين وبين العلماء وبين الطلاب، هذا هو الواجب. أما إيقاد الفتنة بين طلبة العلم وبين طلبة العلم والعلماء وتقسيم الناس إلى أحزاب، كل حزب يسب الآخر وهم كلهم من أهل السنة والجماعة، هذا من أشد المفاسد. نعم. ولمسلم قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. حديث أم كلثوم رضي الله عنها في واحدة وهي كذب للإصلاح، وهذا الحديث جاب الثلاث كلها: في الإصلاح وفي الحرب وما بين الرجل وبين زوجته، كأن يقول لها إني أحبك وإني أريد أن أتصالح معك وأريد أن أعطيك كذا وأشتري لك كذا، وهي كذلك تقول له إني أحبك وأنت من أحب الناس إلي، وإذا رأت منه جفاء يكون هذا من الكذب للمصلحة، بقاء العشرة. نعم. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا شيء يتساهل فيه الناس، الكذب على الصغار، الكذب على الصغار لا يجوز، لا على الكبار ولا على الصغار. فهذه المرأة نادت ابنها وكان صغيرا، عبد الله بن عامر كان صغيرا، نادته أمه وقالت: تعال أعطك، تطمعه المجيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وماذا أردت أن تعطيه؟
قالت تعطيه تمرا، فقال لو أنك لم تعطيه لكتبت عليك، يعني كذبة، كتبت عليك كذبة، فيها إثم الكذب، فدل على أنه لا يجوز الكذب على الصغار ولا على الكبار، وهذا من سوء التربية، لأنك إذا كذبت على الصغير ربيته على الكذب، إذا رأى أنك تكذب عليه يتساهل في الكذب، يتربى على الكذب، هذه تربية سيئة. نعم، فعلى المسلم أنه يتحاشى الكذب مع أولاده مع الناس. نعم. ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا: من قال لصبي ها تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة. نعم، هذا يوضح الحديث الذي قبله، قوله صلى الله عليه وسلم لكتبت عليك، كتبت عليك إيش؟ كذبة، كتبت عليك كذبة، وإن كان على صبيان، لا يجوز الكذب على الصبيان، لأن هذا يسيء إليهم ويخيب ظنهم، ولأنه يقلل ثقتهم، يقلل ثقتهم بوالدهم وبمن كذب عليهم، ولأنه يربيهم أيضا على الكذب، إذا شافوا، إذا رأوا أن أباهم يكذب تربى على الكذب وتساهلوا فيه، وهذا يشمل المربي سواء كان أبا أو معلما، كل مربي أو مدرسا، كل مرب فإنه يتجنب الكذب مع الأطفال. نعم. وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قلت يا بنت يزيد. نعم، اقرأ. وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها بنت يزيد، يزيد بالفتح نيابة عن الكسرة، ممنوع من الصرف. وله عن العلمية ووزن الفعل. نعم. وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها بنتي الأول مجرورة بنتي. نعم. وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ قال نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. نعم، الكذب لا يتساهل فيه، حتى لو أن الإنسان أخبر عن نفسه في أنه لا يشتهي كذا وهو يشتهيه، هذا كذب، هذا كذب، ويكتب كذب، يكتب على صاحبه في ديوان الحفظة، يكتب كذب، حتى ولو كانت كذيبة صغيرة، أي تساهل الإنسان في الكذب مهما كان. والآن يقولون الكذبة بيضة، الكذب فيها أبيض وفيها أسود وفيها، الكذب كله قبيح، ما في كذبة بيضة ولا. نعم. وللترمذي وحسنه مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له وويل له. نعم، وهذا يقع فيه كثير من الناس من المتفاكهين اللي يريدون يضحكوا الناس، ولا سيما في التمثيليات اللي كثرت الآن وهي كذب، فهذا يعد منها الكذب والعياذ بالله، ويخترع كذب من أجل يضحك الناس، ويقول شيئا لم يحصل من أجل أن يضحك الناس، فالكذب لا يجوز في حال من الأحوال. وديننا دين جد وصدق ولله الحمد، ما هو بدين هزل وكذب. المزح لا بأس به إذا كان من جنس مزح الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، كان يمزح ولا يقول إلا حقا، يقول من باب التورية،
يقول شيء على خلاف ظاهره وهو حق. جاءتهم امرأة كبيرة السن فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة عجوز، من باب المزح. فالمرأة أصابها الهم والحزن فقال لها أما سمعت الله جل وعلا يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فالمسلمة الكبيرة تعاد يوم القيامة شابة، تدخل الجنة شابة في سن الشباب. فالرسول مزح عليها ولم يقل إلا حقا، ما قال كذبا. جاءه رجل يطلب منه أن يحمله على بعير، فقال له صلى الله عليه وسلم لأحملنك على ولد الناقة. الرجل فهم أنه يحمله على بعير صغير، على بعير صغير، ولد الناقة يعني صغير. قال وماذا يفعل ولد الناقة؟ قال وهل تلد الجمال إلا النوق؟ فهذا مزح لكنه حق، هذا مزح لكنه حق، ما فيه كذب. نعم. وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه. وهذا من أشد الكذب والعياذ بالله، هو التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، ومدح الإنسان في وجهه. كل هذا أمر لا يجوز، لأن التملق هذا كذب، لأنك تمدحه وأنت كذاب، أنت تذمه في قلبك تذمه، لكنك تمدحه لما قابلته تمدحه وأنت في نفسك لست كذلك تذمه. يا أخي الأحسن أنك تسكت، أنك تسكت ولا تكذب. هذه ناحية. الناحية الثانية مدح الإنسان في وجهه، هذا مما يزيد الإنسان ويخجل الإنسان. فالإنسان إذا مدحته في وجهه إما أنك تخجله، وإما أنك تحمله على الكبر والإعجاب بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولما مدح رجل آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاضراً قال ويحك قطعت عنق أخاك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. فلا يجوز التملق، إنسان لا يقول إلا حقاً أو يسكت، يسكت ولا يمدح. وكذلك لا يمدح الإنسان حتى ولو كان يمدحه بشيء فيه من خصاله الطيبة ومكارمه، لا يمدحه في وجهه لئلا يخجله أو أنه يحمله على العجب بنفسه والتكبر. فالمدح، مدح التملق أو مدح الحاضر لا يجوز. أما مدح أهل الكرم وأهل الجود بما فيهم من الخصال الطيبة في غير حضرتهم وفي غير مقابلتهم فلا بأس بذلك، لأن هذا من الاعتراف بفضل ذوي الفضل. نعم. فالمدح ليس ممنوعا مطلقا، ولكنه يمنع إذا كان للتملق ولا حقيقة له، ويمنع إذا كان بحضرة الممدوح لما في ذلك من المحذور. أما إذا خلى من التملق وخلى من حضرة الممدوح فلا بأس بذكر فضائل الشخص ومكارم الشخص والثناء عليه بذلك. وقد كان الشعراء يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم، يمدحونه في شعرهم وفي قصائدهم، وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وكانوا يمدحون الكرام ويمدحون الشجعان ويمدحون، ولم يحصل في ذلك إنكار، لأن هذا من الحث، هذا من الحث على خصال الخير، ومن التشجيع على خصال الخير ونشر المكارم. نعم. وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا قول الزور. الرجس يعني النجس، والأوثان نجسة والعياذ بالله، نجاسة معنوية، هي ما هي بنجسة نجاسة حسية، أنها مصنوعة من الخشب أو من الحجارة أو من، فهي في مادتها طاهرة، لكن نجسة نجاسة معنوية وهي الشرك. اجتنبوا الرجس من الأوثان، من تبيينية ما هي بتبعيضية، الأوثان كلها رجس، لكن من بيانية. واجتنبوا قول الزور، هذا محل الشاهد، قول الزور وهو الكذب. والزور مأخوذ إما من التزوير وهو التحسين والتنميق، وإما من الإزورار وهو الانحراف، وهو الانحراف عن الاعتدال. وقول الزور يشمل الشرك بالله عز وجل لأنه زور، ويشمل شهادة الزور عند القاضي، ويشمل الكلام المنمق الذي ليس له حقيقة، يزور وينمق ويحسن وهو ما له حقيقة من أجل خداع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا. فالبليغ يقلب الحقائق على الناس ببلاغته، فإذا استعملها في الخير، يستعمل البلاغة في الخير هذا طيب، أما إذا استعملها في الشر وترويج الشر فهذا أمر خبيث وضار. فالبلاغة سلاح ذو حدين، إن استعملت في الخير والدعوة إلى الله والبيان فهي خير، وإن استعملت في مدح الباطل تزيين الباطل فهي شر. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يقول: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له: أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. نعم، هذا فيه ذم التملق كما سبق، ذم التملق، وهو أنك تلقى الرجل لك في حاجة فتمدحه بما ليس فيه، تكذب، هذا من الكذب، والكذب يضر بالدين ويضعف الإيمان. يخرج وهو معه إيمانه ومعه دينه فيخلعه عند هذا الرجل بالتملق والكذب. الواجب على الإنسان أنه يتجنب هذه الخصلة، والله يكره البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل، الله يكره الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة في رعيها للشجر. البقرة تأكل بلسانها، كذلك الرجل الذي يتأكل بالتملق هذا يأكل بلسانه، يأكل بلسانه، وهذا مذموم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا. نعم. باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا. كما سبق، تتم لما سبق، كون الإنسان مداحا دائما صفة
يلتزم بالمدح. المدح طيب إذا كان في محله، لكن إذا كان في غير محله فهو تزوير وتملق ولا يجوز. نعم. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يمدحونها ويبرئونها من العيوب، وهذا ذمه الله عز وجل. بل الله يزكي من يشاء، الله يعلم سبحانه وتعالى الأزكياء الطيبين الطاهرين ولو لم يتكلموا يمدحوا أنفسهم. أما إذا مدحوا أنفسهم وزكوا أنفسهم والله يعلم منهم خلاف ذلك، فإن هذا سيؤثر عليهم نقصا ويذلهم الله سبحانه وتعالى، وهم يريدون الرفعة. بل الله يزكي من يشاء. في الآية الأخرى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن ما الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: قد أفلح من زكاها؟ قد أفلح من زكاها يعني نفسه. التزكية للنفس على قسمين: تزكية مذمومة وهي المدح، مدح النفس، هذا مذموم. القسم الثاني: تزكية النفس بالطاعات، تزكيتها يعني تطهير النفس بالطاعة والأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار، هذه تزكية مطلوبة. قد أفلح من زكاها يعني زكى نفسه بالأعمال الصالحة، والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة يعني زكاة الأنفس، يزكون أنفسهم بالطاعات ويفعلون الخيرات، فهذه تزكية ممدوحة ومطلوبة. أما تزكية النفس بمعنى المدح، حتى ولو كان عندك هذه الخصال وهذه الأعمال فلا تمدح نفسك بها، ما تدري هل هي مقبولة عند الله أو غير مقبولة. ثم أيضا هذا يحملك على التكبر والعجب، فلا تمدح نفسك أبدا، وإنما زك نفسك بالأعمال الصالحة وبالصدق والإخلاص. نعم. ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان، فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. نعم، أعد. ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه أن المقداد بن الأسود، نعم، أن رجلا جعل يمدح عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومحل المدح رضي الله عنه، والخليفة الراشد، ثالث الخلفاء الراشدين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة، هاجر إلى المدينة، وأنفق أمواله في سبيل الله، فله فضائل عظيمة لا شك في ذلك، لكن لا يمدح في وجهه. ولذلك لما جاء رجل ومدحه في وجهه بادر المقداد رضي الله عنه بتنفيذ الحديث الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فإذا كان عثمان رضي الله عنه لا يمدح في وجهه وهو من هو في الفضل، فكيف بغيره؟ نعم. فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هذا فيه العمل بالسنة، إنكار المنكر والعمل بالسنة. المقداد رضي الله عنه عمل بالسنة وأنكر هذا المنكر. نعم.
وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والمدح فإنه الذبح. إياكم والمدح فإنه الذبح، هذا تحذير، وهذا عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم والمدح، هذا تحذير، احذروا المدح، فإنه الذبح، الذبح للممدوح، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مدح رجلا: ويلك قطعت عنق أخيك، قطعت عنق، يعني كأنما ذبحته وقتلته، مع أنه يريد رفعته والإحسان إليه، لكنه الواقع أنه ضره. نعم. قال رحمه الله: باب ما يمحق الكذب من البركة. يكفي، نقف. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وأثابكم ونفع بكم وجزاكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. نترك مجال الأسئلة. كان الإخوة في الرياض الشيخ أحمد. الشيخ أحمد الصوت غير مسموع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. معالي الشيخ حسن الله عليكم ونفعنا بعلمكم ومد في عمركم على طاعتكم، نعيد قراءة السؤال. يقول السائل: ما حكم من كذب خشية على نفسه من الوقوع في الضرر؟ هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا من المدارات، هذا من المدارات والتقية، إذا خشي على نفسه من الضرر فله أن يكذب من أجل أن يتخلص من الضرر والظلم. إذا كان يقع عليه ظلم أو يقع بيد ظالم يريد قتله أو يريد أخذ ماله ظلماً، فله أن يكذب ويأتي بالتورية يتخلص، وهذا من باب المدارات ومن باب التقية. الله جل وعلا يقول: إلا أن تتقوا منهم تقاتل. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الكذب على الأولاد للمصلحة؟ ما ورد هذا، سمعتم الحديث أو الأحاديث التي وردت أن الكذب على الصغار والكذب على الولد أنه لا يجوز، وأنه يكتب، أنه يكتب من الكذب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا شخص قد تعودت على الكذب وتساهلت فيه، وأما الآن أريد التخلص من هذه الصفة القبيحة، كيف أستطيع التخلص من تلك العادة السيئة؟ وهل يوفق لي ما كان سابقا؟ نعم، التوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها، فعليك بالتوبة وترك هذه الخصلة القبيحة والندم على ما فات، والعزم ألا تعود لمثل هذا. فإذا توفرت هذه الشروط تاب الله عليك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أظلم الناس بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه؟ من التمس رضا الناس بسخط الله، هذا حديث كتبت به عائشة رضي الله عنها إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما طلب منها النصيحة، فكتبت له بهذا الحديث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فهذا فيه دليل على لزوم الصدق من الولاة وغيرهم، وأن لا يلتمسوا إرضاء الناس بالكذب إلا ما سبق، إذا كان من باب التقية والمدارات ورفع الظلم هذه رخصة، أما أنه في غير ذلك
ألا يجوز لأنه يرضي الناس؟ إذا شفت إنسانا على معصية أو على مخالفة أو على منكر فإنك لا تترك نصيحته والإنكار عليه بالطريقة السليمة، تريد إرضاءه وتقول من مكدر خاطره من لا، هذا من الإضرار به. أنت تريد أنك ما تكدر خاطره لكنك ضررته، فإذا نصحته وأديت ما عليك فقد أديت حقه عليك، يعني حقه عليك المناصحة. أما أنك تقول من مزع له أو بداريه هذا أمر لا يجوز. نعم. فإذا أرضيت الناس بسخط الله وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سخط الله عليك وأسخط عليك الناس، ما حصل لك المطلوب. أنت تريد إرضاء الناس ولا حصل، لأن قلوب الناس بيد الله سبحانه وتعالى. أما إذا أرضيت الله ولو سخط عليك الناس فإن الله يرضي الناس عنك، وهذا شيء مجرد. تجدون العلماء الناصحين الأتقياء الذين لا يخشون في الله لومة لائم، تجدونهم محترمين عند الناس ومحبوبين عند الناس، لأن الله رضي عنهم وأرضى عنهم الناس، وقلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى. بينما تجد المتساهلين والمداهنين تجدهم أرخص الناس حتى عند أصحاب الجرائم وأصحاب المخالفات. نعم، هذا شيء بيد الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل الكلام بما يحتمل معنيين لإيهام الغير يعتبر من الكذب؟ هذا يسمى بالتأويل أو بالتورية، وهذا قسموه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان الإنسان مظلوما ويريد بالتورية التخلص من الظلم فهذا جائز، هذا جائز. القسم الثاني إذا كان المرء ظالما يريد أخذ أموال الناس أو ظلم الناس بالتورية فهذا لا يجوز. الثالث ما ليس فيه ظلم، ما ليس فيه ظلم لأحد، تورية ما فيها ظلم لأحد، هذه محل خلاف بين العلماء. منهم من منع لأنها نوع من الكذب، ومنهم من أجاز لأنه ليس فيها ضرر على أحد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا المتسأل يقول: سائل، هل يجوز الكذب للمصلحة في الدعوة إلى الله؟ لم يرد هذا. الدعوة إلى الله جاءت في الكتاب والسنة ولم يستعمل فيها الكذب، وإنما استعمل فيها الصدق، والدعوة ضد الكذب، الكذب منكر، فكيف تدعو إلى الله بطريق بمنكر ومعصية؟ لا يجوز الدعوة إلى الله بالمنكر بالمعصية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة وردت عن طريق الإنترنت. يقول السائل: ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي للفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ما معنى هذا الحديث وكيف يهدي الكذب للفجور وما المقصود بالفجور في الحديث؟ الفجور ضد البر، الفجور ضد البر، وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل. فالفاجر هو الخارج عن طاعة الله، الفاجر والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل، والمنافق كلهم من الخارجين عن طاعة الله بحسب خروجهم، هم لازم يصير كافر لكن يصير خارج عن طاعة الله، إما خروجا خروج كفر، وإما خروج فسق، وإما خروج معصية حسب الوقائع. فالكذب يهدي إلى الفجور، أي إلى الخروج عن طاعة الله عز وجل، والفجور يهدي إلى النار. وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم، فهذا مما يدل على تجنب الكذب، لأنه يتدرج بالإنسان حتى يوقعه في النار. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: معالي الشيخ، ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن الرجل قائما، فمن نسي فليستفق. هل تصح كلمة فليستفق؟ وإن صحت فهل النهي للوجوب؟ هذا النهي عن الشرب قائما، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فدل على أن النهي للكراهة، كراهة التنزيه، وليس للتحريم. أو أن النهي عن الشرب قائما منسوخ، أحد أمرين: إما أنه منسوخ، وإما أن يجمع بينه وبين الحديث الآخر أنه لكراهة التنزيه، وهذا أحسن، هذا أحسن. نعم. يقول: ما معنى قوله من نسي فليستفرغ؟ معناه لو أخذناه على ظاهره أنه يستفرغ، يستفرغ الماء من معدته، ولكن هذا إما أنه منسوخ الله أعلم، أو أنه من باب التنفير، أنه من باب التنفير من الشرب قائما. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل في ليبيا يقول: أنا طالب أدرس القرآن في مسجد به قبر مشهور، علما بأن هذا القبر يطوفون حوله ويصلون إليه، ما حكم الدراسة مثل هذه الأماكن، علما بأن في المنطقة هي في المنطقة التي أسكن ونعيش فيها؟ لا تجوز الدراسة في هذا المسجد ولا الصلاة فيه، لأنه وثن، وفي دراستكم وجلوسكم فيه إقرار لهذا المنكر، ولا سيما طلبة العلم يحتج بهم، فيقال: لو كان هذا منكرا لما جلسوا فيه وسكتوا، تجنبوا هذا وكونوا لكم مجلسا بعيدا عن هذا المسجد الوثني. ما هو مسجد، هذا ما يسمى مسجد، يسمى مشهد من مشاهد الشرك. نعم. تابعوا لنفس السؤال، نسأل الله إليكم، كيف نتعامل مع من يقوم بالطواف حول هذه القبور؟ تعامل معهم بالنصيحة والبيان. هم ما طافوا بها إلا لأنهم جهال لا يعرفون الشرع، فبينوا لهم جزاكم الله خيرا، بينوا للناس، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فأنتم بينوا، والهداية بيد الله، والإلزام بيد السلطة، أو بيديكم أنتم، ما عليكم إلا البيان فقط. ولو بينتم لهدى الله من شاء من عباده، أما إذا سكتتم فإن الناس يتجرؤون على هذا، ويكثر فيهم من يعمل هذا ولو عن جهل، وتكونون أنتم المسؤولين عن عدم البيان للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فما دمتم تقدرون على البيان فبينوا، وإذا منعتم فأنتم معذورون، ولكن ابتعدوا عن مواطن الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول: معالي الشيخ، الكذب أنواع، فهل معنى ذلك أن الكذب يتفاوت الإثم فيه؟ نعم، هو أنواع يتفاوت الإثم فيه. الكذب على الله أشد أنواع الكذب، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. وكذلك الكذب على الرسول أشد من الكذب على غيره، وكذلك الكذب في الأمور التي يترتب عليها ضرر مثل قتل أو ضرر في أحد، هذا أشد من مجرد الكذب الذي لا يترتب عليه إضرار بأحد. الكذب يتفاوت بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم،
هل في هذا تزكية للنفس؟ لا، ما هذا تزكية للنفس، هذا لأجل المصلحة. يوسف عليه السلام طلب أن يتولى المالية، يتولى مسؤولية بيت المال من أجل أن يحسن فيه. فإذا كان عند الإنسان أهلية وهناك أمر ضايع من أمور الدولة وأنت عندك أهلية، فإنه يشرع لك أو قد يجب عليك أن تتقدم في طلب تولي هذا الشيء من أجل الإصلاح فيه، من أجل الإصلاح فيه. حتى قالوا إن القاضي إذا رأى إن ما فيها أحد يصلح للقضاء وأن أمور الناس تضيع، العالم إذا رأى أن ليس ما فيه من يصلح للقضاء وأن أمور الناس تضيع، فإنه يتقدم ويطلب القضاء، يطلب القضاء من أجل الإصلاح، إصلاح أمور الناس والحكم بالشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. شكرا للإخوان في الرياض. قبل أن نبدأ بطرح الأسئلة هنا، نحب أن ننوه إلى أن درس سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام من المملكة يوم السبت القادم سيحل محله درس الشيخ سعد بن ناصر الشثري، نظرا لارتباط سماحة الشيخ بعد المغرب في يوم السبت القادم، على أن تكون بقية الأسابيع القادمة إن شاء الله كل الدروس في موعدها، وإنما هذا ظرف طارئ نظرا لارتباط سماحته، وسيكون درس بعد العشاء لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر يقدم إلى بعد المغرب يوم السبت، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. نستأذن معاليكم في طرح أسئلة الحضور. هذا سائل يقول: هل من كلمة توجيهية في طلبة العلم وحاجة الناس لذلك، وخاصة في هذا الزمن الذي قل فيه العلماء وكثرت فيه الفتن أثابكم الله؟ لا شك هذا أمر مهم جدا، أنه يجب على شباب الأمة أن يبادروا لطلب العلم على أيدي العلماء، ولا يتعلموا على الكتب أو على المتعالمين أو على الجهال أو على من يحملون أفكاراً سيئة أو منحرفة، بل عليهم أن يبادروا بالاتصال بالعلماء ويسألوهم ويتعلموا على أيديهم، يحضر الدروس في المساجد، المحاضرات والندوات، وكذلك الالتحاق بالدراسة النظامية من الابتدائي إلى الدراسات العليا، فيها خير كثير، فيها علماء، فيها كتب مقررة، فيها خير كثير، لا سيما في هذه البلاد ولله الحمد، الدراسة النظامية فيها خير كثير. فإذا جمع الإنسان بين الدراسة النظامية والدراسة على المشايخ المساجد، هذه خير إلى خير. أما إذا لم يتمكن من الدراسة النظامية ولم يقبل فيها، يتجه إلى المساجد وإلى العلماء في المساجد وإلى السؤال عما أشكل عليه. أما أن يقول ما فيها أحد ويجلس في بيته ويقرأ في الكتب، أو يروح لواحد جاهل مثله أو إنسان يحمل أفكاراً سيئة ويتعلم عليه ويقول هذا فاهم، وهذا هذا خطر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول أنه يجب أن يتمسك طالب العلم بالنص ولا يأخذ بالقول الراجح في المذاهب الأخرى، وهل يجب على طالب العلم أن يتمذهب؟ هذا كلام باطل. القول الراجح هو التمسك بالنص، ما يكون راجح إلا إذا كان متمسكاً بالنص، فليس فيه فرق بين القول الراجح وبين النص. فهذا ما يفهم السائل، هذا ما يفهم الواقع. فأخذك بالقول الراجح ما هو بتقليد للشخص، وإنما هو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم.
يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في من يدعي أنه من أهل السنة والجماعة وهو يمدح ويثني على من يقدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم على أنبيائه بكلام غير لائق ولا يقوم ببيان ما وقع فيه من أخطاء بحجة عدم التفريق بين الأمة؟ نرجو منكم توضيح هذا الأمر الذي يتعلق بالولاء والبراء مع أهل البدع. نعم، هذا واقع مع الأسف، وهو أنه ظهر ظاهرة وظهرت وازغة لا تتحاشى من سب الصحابة ومن سب العلماء ومن سب أهل الخير، ولا تنكر على الفرق الضالة، لا تنكر على الفرق الضالة الذين يسبون الصحابة ويتكلمون في حق السلف الصالح، يقولون إن هذا من حرية الرأي، هذا من حرية الرأي. الدين ما فيه حرية رأي، الدين دين الله عز وجل، فالواجب الحذر من هذه الفكرة الخبيثة، وأن يمسك الإنسان لسانه عن سلف الأمة ولا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الأئمة الأخيار، وعن أهل العلم وأهل الخير، أن يمسك لسانه عن الكلام فيهم، وأن ينكر على من يتطاول على أهل الخير وعلى السلف الصالح. ولا بد من التمييز، ما نقول كل من قال أنا مسلم نقول كلهم إخوانه، لا، لا بد من التمييز بين المتمسك وغير المتمسك. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا. فليس كل من قال أنا مسلم يكون مسلما حقا، يكون إنه يتسمى بالإسلام وهو غير مسلم للخداع والمكر. فالواجب التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، والولاء والبراء أمر مطلوب، تولي أولياء الله ومعاداة أعداء الله، هذا هو الواجب. واللي ما عنده فرقان هذا ما عنده دين، الدين فيه فرقان: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. تفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين أهل الخير وأهل الشر، بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، تفرق بينهم. نعم، أحسن الله إليكم. نستأذن معاليكم في الأذان. الأذان ما يحتاج استئذان. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ: هل يلزم أني إذا قلت فلانا أشعري أني بدعته، وإذا قلت فلانا علماني أني كفرته؟ هذا حسب المصلحة، إذا كان في ذكره مصلحة بالتحذير منه، إنسان معجب به و ولا يدري عن حقيقته وتبين له، هذا شيء طيب. أما إن كان من باب التشهي والكلام في الناس هذا لا يجوز، ما فيه مصلحة. هذا الأشعري أشعري لو ما قلت إنه أشعري، لكن إذا كان أحد مغتر بها أو إنه ما درى عن حقيقته تبين له، هذا من النصح. نعم، أثابكم الله. هل يجوز للرجل أن يقول سمعت هذا الخبر من فلان ويذكره باسمه لكن دون التثبت من صحة الخبر؟ لا، ما يجوز له، ما يجوز له أن يخبر بخبر وهو لا يغلب على ظنه أو يتيقن أنه صحيح وأنه صدق. نعم، ولو نسبه إلى فلان وش الداعي؟ ما يصلح هذا. نعم، أحسن الله إليكم. هل ما يسمى بالنكت مما ورد في حديث الترمذي من الحديث الذي يضحك به القوم؟ هذا وضحه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، النكت التي ليس فيها كذب لا بأس بها، أما النكت التي فيها كذب هذه لا تجوز. نعم، أحسن الله إليكم. ما رأي فضيلتكم في من يحلف في الإصلاح بين الناس إذا اضطر لذلك؟ يحلف؟ إيه نعم. كيف يصلح؟
يمكن يحلف أنه حصل شيء وما حصل. نعم. يمكن يحلف أنه فلان قال كذا وكذا من باب الإصلاح وهو ليس لم يحصل. يكذب ويحلف في آن واحد. الحلف ما أدري، لا الحلف لا، لكن أنه يكذب من أجل الإصلاح هذا لا بأس، أما الحلف ما أدري. نعم. أثابكم الله. يقول: كنت في إحدى المحاكم في عمل خاص، وحينما أنا جالس طلب مني أحد الأشخاص أن أشهد معه في بيع أرض لا أعرفها ولا أعرف الأرض، فهل علي إثم في ذلك أو هل عملي صحيح؟ لا بد في الشاهد أنه يعلم ما يشهد به. تحمل الشهادة لا بد أن تعلم ما تشهد به، أما إذا كنت لا تعلم ما تشهد به فلا يجوز لك، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي الحديث: على مثلها فاشهد أو دع، يعني مثل الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لدي قطعة أرض بقيت عندي. كذلك في قصة أولاد يعقوب: وما شهدنا إلا بما علمنا. لا يجوز الإنسان يشهد على شيء وهو لا يعلمه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: لدي قطعة أرض بقيت عندي فترة ثم بعتها واشتريت بثمنها أرضا أخرى، أريد أن أبني عليها بيتا أقفه لوجه الله تعالى، وكان هذا قصدي في الأرض الأولى والثانية، فهل عليهما زكاة؟ الأولى إذا كان تم عليها حول بعد النية، تم عليها حول بعد النية تجب فيها الزكاة، فتزكي القيمة التي بعتها بها، ثم تعمر بالقيمة ما تريد من الوقف أو الخير، لكن لا بد من إخراج الزكاة، لأنه تم عليه على الأرض سنة وهي معروضة للبيع، تجب فيها الزكاة، فتخرج ربع عشرها القيمة اللي بعت بها الأرض. نعم. عن العام الماضي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي ضوابط السفر إلى الخارج بغرض الدراسات العليا في تخصص نادر لا يوجد بداخل البلاد؟ هذا الضابط إذا كان تخصص محتاج إليه أنت أو الأمة محتاجة إليه. ثانياً: أن لا يوجد هذا التخصص إلا في بلاد الكفار. ثالثاً: أن تتمسك بدينك وقت دراستك هناك، تتمسك بدينك، تحافظ على دينك ولا تذهب إلى دور الفساد ودور الشرور، تحافظ على دينك وتجتنب الفتن وتقتصر على دراستك، ثم إذا فرغت تبادر بالرجوع. نعم. يقول أيضا تكملة للسؤال: هل يجوز لي أن أتعلم اللغة الإنجليزية مع عائلة أجنبية لا يوجد بها فتيات؟ عائلة أجنبية؟ نعم. نعم، عائلة أجنبية. العائلة هي بيجي لها فتيات، لو زوار، لو من جيرانهم، لو ما تخلو العائلة من فتيات. أتعلم اللغة الإنجليزية بالطرق التي ليس فيها فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن، وفي رواية الثامنة بالتراب. السؤال: كلمة إحداهن أو أولاهن هل هي من الرسول أو من تنوع الرواه؟ ظاهر أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحمل الروايات بعضها على بعض، أن تكون في أولاهن، أن يكون التراب في أولاهن من أجل أن يصب الماء عليه، يتعاقب التراب والماء بعده، فتترجح رواية أولاهن، وهي لا تخالف إحداهن، لأن أولاهن يصدق عليها أنها إحداهن. نعم.
ثابكم الله، ما صحة ما ورد في أحاديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا صلي عليه أكثر من 1,000 مرة بشر بالجنة وغيرها؟ ما أصح ما ورد في ذلك؟ أصح ما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. وهذا يوافق ما جاء في الأدلة الأخرى من قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأما التعداد وزيادة الآلاف الله أعلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: منذ 2 شهر تقريبا تخرجت من أحد المساجد، ورغبة مني وحرصا لتعييني بمدينة الطائف لوجود أهلي بها، دخل خالي وسيطا بيني وبين شخص قريب من المسؤولين عن التعيين بشرط أن أدفع له مبلغ 5,000 ريال لخالي ليتم إيصالها لهذا الشخص، وأنا متردد في إعطائهم هذا المبلغ، أفتوني مأجورين. هذا من الرشوة، أنت راشي والموظف اللي يأخذ الرشوة هذا مرتشي، والساعي بينكما هذا رائش. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش، وهو الذي يسعى بينهما. نعم. إذا كان الشيخ اللي يأخذ المبلغ من خارج الإدارة ما. وله من خارج، هذا ساعي، هذا يسعى بالرشوة، هذا هو الرائش يسعى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت المسجد الحرام لأداء الصلاة فهل لابد من الطواف بالبيت؟ هذا بالنسبة للقادم، أول ما يقدم، أول ما يبدأ به الطواف تحية الكعبة. أما بالنسبة للمقيم في مكة فهو بالخيار، إذا دخل المسجد الحرام هو بالخيار، إن شاء ذهب وطاف بالبيت، وإن شاء صلى 2 ركعة وجلس في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ما يقوم به بعض المدرسين عندما يكتبون الساعة 6:30 مثلا وهو قد حضر الساعة 7 لخوف الفتنة في المدرسة، لأن أغلب المدرسة يعملون هذا؟ هذا من الكذب، هذا من الكذب، لابد من التقيد بالنظام، ويكتب الواقع، يكتب الواقع وهو الوقت الذي حضر فيه، ومن لزم الصدق نجا. لكن عليه تحاشى هذا بالتبكير، يا أخي بكر، زود 1/4 ساعة تسلم من هذا. نعم. أثابكم الله. ما حكم صلاة الإشراق؟ وإن قدر أنه اعترض شيء في الطريق وتأخر من أجل عذر، يكتب وقت دخوله ويكتب العذر، يقول: جيت في ساعة كذا وكذا والعذر كذا وكذا، يلتزم الصدق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الإشراق، وهل أداؤها يكون في وقت النهي؟ صلاة الإشراق هذه عند العوام، ما تسمية عند العوام، هي صلاة الضحى. صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس قيد رمح، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح يصلي صلاة الضحى، والناس يسمونه صلاة الإشراق. نعم. الإشراق ما له صلاة، أي صلاة الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم قضاء السنن الرواتب وأنا راكب السيارة، وهل يشترط لها استقبال القبلة؟ سنن الرواتب لا تقضى إلا راتبة الفجر، ورد أنها تقضى، أما بقية الرواتب إذا فاتت لا تقضى، لأنها سنة فات محلها، القضاء خاص بالفرائض. نعم. أثابكم الله. يقول: تاجر يريد أن يدينني سيارة. راتبة الفجر تقضى، وكذلك قيام الليل، ورد أنه يقضى قيام الليل، يقضى الضحى، هاتين الصلاتين قيام الليل وراتبة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تاجر يريد أن يدينني سيارة، ولكن ليس عنده حاليا شيء، ووجد بعد ذلك سيارة، فهل يشتريها ثم يدينني إياها؟ إذا كان شاريها بنية أنها لك فلا يجوز هذا، أما إذا كان شاريها له يتملكها هو ثم اشتريتها منه فلا بأس، أما إن كان اشتراها من أجلك فهذا شراها لك ما شراها لنفسه. نعم.
ثابكم الله يقول: ما حكم التبول واقفا؟ يجوز عند الحاجة، يجوز التبول عند الحاجة إذا كان ما يستطيع الجلوس أو الأرض وسخة. وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في بعض الأحيان للحاجة، يجوز التبول واقفا من أجل الحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. كان هذا آخر سؤال، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بعلم علمائنا، وأن يزيدنا وإياهم علما وهدى وتوفيقا، وأن يجزي معالي الشيخ صالح خير الجزاء على مقدم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.